بعد أسبوعين من مغادرة العاصمة المؤقتة عدن، خرج العشرات من أبناء المدينة لدعم المحافظ عبد العزيز المفلحي، والذي يعتقد أن خروجه منها يعود لأسباب سياسية وضغوط لتغييره. في المسيرة رفع المتظاهرون شعارات تطالب بسرعة تسليم مبنى المحافظة الذي لا يزال تحت سيطرة قوات تتبع المحافظ السابق عيدروس الزبيدي، ودعا المتظاهرون إلى سرعة عودة المفلحي لمباشرة عمله وتوفير الخدمات على رأسها الكهرباء، التي يقول البعض إنها تراجعت مؤخرا بعد أن كانت قد شهدت تحسنا ملحوظا خلال فترة تواجد المحافظ. هل هذه هي الاستراتيجية؟ المفلحي قال إن عودته قريبة للعاصمة المؤقتة وإن زيارته للرياض تسير بالشكل المطلوب، موضحا أنه أجرى لقاءات موسعة لتحسين الأوضاع العامة في المدينة وتوفير الخدمات للمواطنين والدفع بجهود إعادة الإعمار. وبين تأكيد المحافظ على العودة وإحساس الشارع بأنهم قد يتعرضون لخدعات جديدة تأخذ بعيدا بفعل التجاذبات السياسية التي لا تزال تمضي بعدن في اتجاهات غير واضحة المعالم، يبقى الشارع العدني منتظرا اللحظة التي بقيت وعدا على ورق منذ أكثر من عامين على تحريرها من ميليشيا الحوثي والمخلوع. وبانتظار عودة المفلحي، تؤكد مصادر سياسية أن مجمل التغييرات التي شهدتها عدن مؤخرا تأتي في سياق ترتيبات عودة شاملة للسلطة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة، وما وصول قوات سعودية وخروج القوات الإماراتية من مطار عدن ومينائها وعدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها، سوى تهيئة لهذه العودة في إطار دور سعودي لاحتواء التوتر القائم بين الرئيس هادي والسلطات الإماراتية والجماعات المحلية التابعة لها في عدن.